منذ أن وطأت أقدام فرنسا في الجزائر إلا ووجدت مقاومة من الجزائريين وتقديمهم لشهداء بالملايين في سبيل تحرير هذه الأرض الطاهرة. لكن هل فكرت يوماً من هم وكيف شكل أبناء شهداء ثورة نوفمبر؟ إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. مصطفى بن بولعيد كان لدى بطل الأوراس بنت وحيدة من بين 6 أولاد، وهم على الترتيب: عبد الوهاب الذي قتل سنة 95 وقبل أن ينشر كتابه يحتوي على مذكرات والده، وكمال الذي توفي سنة 2008، وعبد الحي الذي توفي أيضاً سنة 2021، وخليل الذي مات أيضاً منذ سنة 2013، وعبد اللطيف الذي امتهن الطب كما فعل أيضاً عبد الحق. الأمير عبد القادر. يمتلك الأمير عبد القادر أكثر من 500 حفيد، من بينهم محمد خلدون الحسني الجزائري، وهو طبيب أسنان جراح وفقيه مالكي متمكن مجاز بالفتوى على مذهب الإمام مالك. ابن العقيد عميروش، نور الدين آية حمودة، وكان النائب السابق وهو نجل العقيد عميروش آية حمودة أحد قادة حرب الاستقلال عن فرنسا، وهو يعتبر شخصية مثيرة للجدل. أدل سنة 2021 بتصريحات تضمنت اتهامات تمس بشخصية الأمير عبد القادر بطل أول حملة لمقاومة الاستعمار الفرنسي والرئيس الراحل هواري بوما. ويأتي هذا بعد تصريحات للنائب على قناة الحياة في برنامج وصف خلاله الأمير عبد القادر بأنه خائن، في وقت تحظى فيه هذه الشخصية التاريخية بتقدير كبير في البلاد، ما أثار جدلاً كبيراً وسخطاً على مواقع التواصل الاجتماعي ودفع السلطات إلى تعليق بث تلفزيون الحياة الخاص بسبب إذاعته البرنامج. كما اتهموا آية حمودة خلال نفس البرنامج الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين والقيادي الوطني مصالي الحاج بالخيانة. شقيقة العربي ابن مهيدي، لديه أختان هما ظريفة وفاطمة الزهراء. ظريفة ابن مهيدي وهي زوجة المجاهد الكبير حسان عبد الكريم. المعمر هو الشخص الذي يطول عمره عن السن المتوسط لأعمار الناس، حيث يعتبر الشخص الأطول عمراً في بلده أو حتى حول العالم، ودائماً ما تتخطى أعمارهم 100 عام، ومعظمهم يتمتعون بصحة جيدة، وأجمعوا على أن سبب تمتعهم بصحتهم. دخل شهر سبتمبر فتخوف الكثيرون، ما الذي سيحدث؟ هو شهر عادي أليس كذلك؟ فضرب زلزال بالمغرب خلف وراءه 3000 قتيل، وضرب فيضان أغرق ليبيا وعم الجراد، ورجت الأرض بزلازل التي انتهت بكارثة ديموغرافية لسنتي 1867 و68، جاءت نتيجة للسياسة الاستعمارية الفرنسية وما طال الجزائريين من قتل وتشريد ومصادرة للأملاك مارسها جميع من حكم وجعل مدينة درنا مدينة أشباح. كل هذا حدث في أسبوع واحد، كارثة طبيعية وإنسانية فاقت كل التقديرات أصابت مدينة درنا بشرق ليبيا بعد أن غمرتها مياه الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف من سكانها، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين بالآلاف رمتهم الفيضانات في البحر. ما حدث في مدينة درنا الليبية هو كارثة حقيقية ربما تصنف بأنها من أعظم كوارث القرن. غزارة الأمطار في درنا الليبية أدى لانهيار سد في سنة من السنين الصعبة التي عاشتها الجزائر تحت وطأة الاستعمار الفرنسي،
وهي من أصعب الفترات التي مرت على الجزائريين لما شهدوه من طغيان من الفرنسيين. نعود إلى سنة 1867 بعدما كان قد ساد الجفاف. في يوم كئيب على مدينة درنا الليبية، المدينة بدت وكأنها قصفت بقنبلة نووية. الضحايا والمفقودين من القصص الحزينة التي لا يعرفها العديد من الجزائريين حول شهداء الجزائر هي قصة الشهيد مسعود بيريطة، وهو من الرجال الذين ركعوا جنرالات فرنسا في الأوراس. كان شخصية غامضة كثير الصمت، التحق بالثورة من أولها حتى عائلته لا تراه إلا مرة. ضربت البلاد قادمة من البحر المتوسط بعد مرورها باليونان، ووفقاً لوسائل إعلام محلية فقد تحرك مركز العاصفة اليوم الأحد من البحر المتوسط إلى ساحل المنطقة الشرقية، حيث هطلت أمطار غزيرة غمر العاصفة دانيال تضرب ليبيا، والأمطار تغمر أحياء في طرابلس. غمرت مياه الأمطار أحياء عدة في العاصمة طرابلس، في حين تشهد مدن الشرق الليبي حالة طوارئ جراء العاصفة دانيال التي العشرية السوداء. هذه الفترة التي شهدت تحديات كبيرة وصراعات دموية، وقد فقدنا خلالها العديد من الشخصيات البارزة الذين كان لهم أثر كبير على مسار بعض المناطق وتسببت بإغلاق طرق. وكانت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي قد أعلنت يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية بسبب التقلبات الجوية في المنطقة الشرقية، وشكلت غرفة طوارئ لمتابعة التطورات في بنغازي. وقولوا لحفصية ما تبكيش، بيريطة راح وما يوليش، وغيرها. الشهيد مسعود بيريطة، المدعو باريتا نسبة لنوع المسدس الذي كان يحمله، اسمه الكامل برهمي مسعود، كان أحد رجال الثورة الجزائرية وجبهة التحرير الوطني، وكان شخصية غيبت السيول أحياء كاملة في مدينة درنا الليبية وقتلت آلاف الأشخاص. وتحدثت تقارير عن 10,000 مفقود وسط تباين في تقديرات الأعداد الفعلية للقتلى، في حين أوضحت السلطات أسباب تفاقم الكارثة وطلبت المساعدة في الإنقاذ. وقد قال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي إن الحصيلة الأولية لضحايا الفيضانات في مدينة درنا بلغت نحو 5,000 قتيل، في حين وصل عدد المفقودين إلى 10,000 شخص. وأضاف في حديثه إن أحياء كاملة في مدينة درنا سويت بالأرض بسبب السيول، وأن عدم صيانة السدود كان له تأثير واضح في حدوث الفيضانات، مشير البلاد. سنتعرف في هذا الفيديو على بعض هؤلاء الشخصيات وعلى أدوارهم وإسهاماتهم في تاريخ الجزائر. سنستكشف قصصهم وكيف تأثروا بالأحداث الجارية في تلك الفترة. إخواني في الله، في 3 أو 4 أشهر، لأنه كان دائم التواجد في الأوراس. ومن الأغاني التي يرددها المواطنين وهم يشيدون بشجاعة البطل،